السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. اليوم راح نشرح الشودان، والشودان غني عن التعريف، ومن المواقع المهمة للناس اللي مهتمة في السايبر سيكوريتي، وأيضا في مجال البيج باونتي. فالشودان يسهل عليهم عملية الوصول إلى المواقع اللي يقدر يوصل لها أي شخص على الإنترنت، أو عن طريق نعم بالإنترنت، وأيضا البورتات المفتوحة في جميع أنحاء العالم، أو الأجهزة أو الكاميرات أو إلى آخر من الأجهزة اللي متصلة في الإنترنت. فدائما أي جهاز متصل بالإنترنت، جهاز خاص بيك، حاول أنه يكون الديفولت باسورد متغير، مثل الباسورد حق الواي فاي يكون يعني مغيره، وأيضا بعض الأجهزة الأخرى. تمام، طبعا راح استغل اليوم ثغرة مشهورة، يمكن صار لها يمكن شهرين من يوم نزلت، فنحاول نطبق عليها كواقعيا كتجربة. طبعا بيكون هذا الشرح شرح تعليمي بحت، غير مسؤول عن أي أشياء يستخدمها المشاهد في الإضرار بالآخرين، فأنا غير مسؤول. فأنا حبيت أني أعلمكم كيف تستفيد من الشودان، وكيف تطلع الثغرات عن طريقه، ويعني بشرح مبسط بدون ما أطيل عليكم. تمام، طبعا في ثغرة منتشرة قبل شهرين أعتقد، اسمها OSOW، وعلى البورت 9443. طيب نروح نبحث نشوف هل عليه اكسبلويت. نقول جيت هاب، اوكي، يقول عليه نعم اكسبلويت. اعتقد صار له كم، اعتقد شهرين، هذا هو الاكسبلويت. تمام، وانا اشرح لك كيف يتم الاستغلال عن طريق البرباسويت، او انك تحمل ال شو اسمه الاكسبلويت وتطبق الثغرة. تمام، طبعا يسوي لك باك دور، ومن خلال تقدر تطبق الثغرة. هذا يعني طريقة استغلال، بعد ما تنزل السكريبت في جهازك وتطبق عليه على التارجت، الموقع اللي راح تستهدفه، راح ينشئ لك باك دور وخلاص، وتقدر تنفذ أوامر وإلى آخره. طبعا حنا راح نجرب. تمام، انا طبعا نحمله جاهز سكريبت. تمام، احنا راح نطبق، راح اخلي لكم طبعا السكريبت في الديسكريبشن. طبعا نكتب اسم الخدمة، وايضا على البورت اللي شغال عليه. تمام، ثم نسوي سيرش. هنا اعطانا جميع الـ يعني عدد التوتال، يعني الريزولت، النتائج اللي تقول ان المواقع اللي تستخدم هذه الخدمة، وعلى البورت 9443. وهنا يعطيك خريطة بدول العالم اللي فيها هذه الخدمة شغالة على المواقع اللي موجودة في دول العالم. تمام، نقول مثلا نختار الصين. تمام، ونجلس نحاول نختار ونسدد ونقارب لين نوصل على الهدف. تمام، طيب خلنا نجرب اول. طيب نقول هذا الموقع نجرب عليه. طيب ادفانسد، طبعا هذه الثغرة جدا خطيرة، المواقع اللي تستخدم هذه الخدمة لابد من التحديث. exploit، أنا تكتب أي شيء، مثلا نقول test.gsp enter. طيب نجرب
هل بيضبط معنا ولا نختار موقع ثاني؟ اوكي ضبط معنا بكل سهولة. اليس ما نفذ معنا. طيب اي دي ليش ما نفذ معنا؟ يو نيم غريبة ما تنفذ معنا، في مشكلة في الموقع نفسه فلذا الثغرة موجودة بس لا ما أدري إيش في ما يتنفذ، لذا راح نختار موقع ثاني. نجرب موقع ثاني. نقول هذا الموقع طبعا لا بتجرب اكثر من موقع لين يضبط معك. exploit بعدين نحط اي اسم جي اس بي، لا بده يكون جي اس بي. طيب ما ضبط معنا. طيب نجرب أي دولة ثانية، نقول ألمانيا. أوكي طيب نجلس نجرب، طبعا لابد إنك تجرب مو خلاص من أول مرة ما يفتح معي أو ما يضبط معي تتوقف، لابد تجرب. طبعا هنا ما يمدي. شوف هذا الموقع Advanced، نجرب طبعا عادي تغير الاسم اللي هنا بأي اسم عادي. اهم شيء يكون من امتداد جي اس بي. اوكي طبعا تجلس تجرب جرب جرب لين يضبط معك. طيب اوكي طبعا انا جربت موقع امس ضبط معي عشان استثمار للوقت، لكن انتم تطبقوا اكثر من موقع علشان يضبط معكم. طيب نقول last. اوكي نجرب هذا الموقع وشوفه شغال ولا لا. أول شيء تمام حلو شغال، نجي نطبق عليه. اوكي طب ضبط معنا، نحاول نطبق بعض الاوامر ضبط معنا بهذا بشكل مختصر. الحين نقدر ننفذ اي اوامر ونحمل اي شيء على السيستم. هذا فائدة الشودان، انه يسهل عليك عملية البنتست او عملية الناس المهتمة في البيج باونتي. ف
فجدا ممتاز هذه الشودان. طبعا انا مستخدمه باستخدام الفري، ما انا مشترك فيه، لكن لما تشترك فيه بيكون فيه ميزات اكثر للمستخدم. اتمنى اني وفقت بالشرح. هنا يمكنك انك تطبق بعض الاوامر وتستمر وتنزل ملفات والى اخره، الحين صار عندك ثغرة RCE. اتمنى اني وفقت بالشرح. طيب حاول. اوكي، اتمنى اني وفقت بالشرح، ان شاء الله يكون شرح واضح. اتمنى انكم تستفيدوا منه، تعلموا منه ولا تضروا الاخرين. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.